انت بقى الرسام اللي بيقولوا عليها، انت الرسام اللي لديهم شهر يقولوا لي احمد مصطفى، في رسام اسمه احمد مصطفى هيغير لك الجدار، هيغير لك الجدار. ايوه يا عم ابراهيم، انا الرسام اللي بيقولوا عليه. مالك بس، ايه اللي مزعلك؟ طيب يا ود الناس، ادي الجنب اهو، ادي الجدار اهو، واعمل لي حاجه كويسه عليها، غير لي لون السجون اللي عامله لي النجاش ده، اللون ده مش عاجبني، اللون ده انا مش عايز اشوفه، عايز حاجه عليه ترضيني وتعجب اي حد يدخل لي او يجي لي. عمك ابراهيم ضيوفه كتير وانا مش هقصر معاك، لو على الفلوس عمك ابراهيم مش هيقصر معاك في حاجه. شوف انت الصح ايه واعمله، ما تقوليش انا هعمل لك واخلي لك واسوي لك، اقول اللي انت شايفه اعمله، المهم انها حاجه تعجبني، ولو على الفلوس انا بحاسب. خلاص حاضر يا عم ابراهيم، حاضر اللي انت عاوزه ان شاء الله. حاضر، ولا تزعل نفسك خالص، انت بس كده على ما تقعد تشرب لك كوبايه شاي ان شاء الله. هنده عليك بعد نص ساعه تيجي تشوف التغيير والتحول اللي حصل في الجدار بتاعك ان شاء الله. يلا بينا.
صل على النبي، اللهم صل على النبي. تسلم ايدك يا استاذ احمد، تسلم ايدك حبيب. اللهم صل على النبي حبيب. عاشت ايدك يا ابني والله، عاشت. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. جميل جميل، والالوان تحفه، كل حاجة ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. اللهم صل على النبي. عليك يا ابني، روح يا شيخ، الله يبارك لك ويسترك، الله يبارك لك ويسترك. بس والنبي عم إبراهيم، اطلب من المتابعين المحترمين يدعمونا باللايك والسبسكرايب علشان نحاول ان احنا نطور في المحتوى بتاعنا، ويكون في حافز يعني كويس ان احنا نقدم جديد ان شاء الله كل يوم. وهم هيخسر ايه؟ هتخسر ايه لما يحط لما يحط لما يعمل اللايك والسبسكرايب سبسكرايب يعمل سبسكرايب سبسكرايب لايك سبسكرايب سب سب هي البتاعه اللي بيقول عليها دي اعملوها له.